مطموحات. ولا حتى هات. أي مدخل؟ ها هون. شو عم يعمل هون؟ ايه طولوا بالكم. شو بكي؟ انت لشو عم تخططي؟ ما فهمت لشو بدي خطط؟ ابن خيرية كان هون، هلأ شفته، شو كان عم يعمل عندك؟ اسمعي لقلك، إذا بدرى أنك تركتي البيت كرماله. أكيد ما في هيك شي، عن شو عم تحكي أنتي؟ لكان شو جابه لعندك؟ ما في أي سبب، قلق علي وإجا ليطمن، هاي هي. من وين لوين ليقلق عليكي؟ أكيد ما رح يجي بلا سبب، قليلي ليش إجا؟ قلتلك ما في شي، شو شايفتك جاية لتحققي معي؟ أي نعم، إجيت حقق معك وشوفك شو عم تعملي، ومنيح إني إجيت. ليش شو شفتيني عم أعمل أمي؟ استغفر الله. لهيك بعتي لي رسالة وقلتي لي اتأخر. اسمعيني سراب، أنا قلت لها لخيرية إنه بنتي ما بدها، لا تفوتيني بمشاكل مالي فيها. هذا الولد ما بيفوت عبيتك، بتقلعي، لاقي شي طريقة، المهم يبعد عنك. أمي صرعتيني وما صار لك دقيقة فايتة. خدي نفس طيب، طولي بالك. مطولي بالي كتير، ولنشوف. خلصنا، شيلك من هاد الحكي. يبك كيفة؟ أكيد فرحت لأني تركت البيت. ما لا فاضية، مشغولة بجوزة لأنها رجعته على البيت. هو عنده بالبيت؟ ايه، وجاي لافف إيده وعأساس عم يموت، قال مدري شو صاير معه. قالت لي جهزي له الغرفة وأنا جهزتها، قال عامل حادث. فرحتيني، خبر حلو. بالله شيلي ايبك من راسك وفكر بحالك كيف بدك ترجعي لعندن. فاروق هو يلي رح يجي بذاته لعندي ويرجعني. ايه ما تطلع فيكي لما تركتي البيت، بدك يا يجي لعندك. رح يجي ويترجعني، هو يلي رح يطلب مني ارجع وبذكرك. من وين جاي بهالثقة؟ والله انتي رح تجننيني. حكيت او شكلها متضايقة وشكلها رح تضعف. دير بالك، اوعك تكشفك، يعني في عندي اسباب للثقة. مين هاد؟ مين بعتلك؟ هاد جيم. ما لا ترجعي امي، ليش علقتيلي على جيم هلا؟ خلصنا، بدي اعمل قهوة، تشربي معي؟ بشرب مع حليب، حطي سكر، قهوتك دايما مرة. راحت كبرت راس وتركت لي قصر سياح نياح بياخد العقل، واجت قعدت بهذا الان. ذكية كتير، تصطفل، بس إذا ما صار مثل ما قالت لشوف شو رح تعمل بحالة. حبيبي مو أنا وياك حكينا واتفقنا؟ ايه بس أنا بدي سراب هي تنيمني. بس اليوم هي ما فيها تيجي، أصلاً يمكن طفشت من معاملتك السيئة. شو مناسبته هالحكي هلأ؟ ها؟ قصدك إنه أنا طفشتها قصداً؟ أنا زعلانة مثلك تماماً ومقهورة، لهيك يا ريت ما عاد تسمعيني حكي، اتفقنا؟ إذا هيك ليش سكتتي لكان؟ ما شفتك فتحتي تمك لما حملت حالة وراحت؟ ليش ما حاولتي تحاكي بابا مثل ما حاولت أنا؟ حاولتي شي؟ لا، لأنك من جوا كنتي متمنية تخلصي منه. لا، أنت كتير زودتي. إيه وشو رح تعملي؟ سكتك، حاش تتخانقوا مع بعض. شو عم يصير؟ ها؟ بابا أنا بدي خالي سراب تنيمني. تعال شوف يا بطل، تعال عندي، تعال عدوا لشوف.
اسمعوني منيح، يلي مرينا فيه ماله سهل، حاسس فيكن. خسارة أمكن ضربة قاسية وجعتنا كلنا وهزتنا من جوا، بس بدل ما نلوم بعضنا خلونا نشوف هاي المحنة شو علمتنا. نيسان، بعرف إنك ندمانة، بس المهم إنه يلي صار ما يتكرر. في خطوط حمراء ممنوع نتجاوزها، لازم تكوني تعلمتي هالشي. ناز، بهالحياة مو كل شي بيصير مثل ما منتمنى. سراب اختارت تمشي بإرادتها، لا تلوميني لا أنا ولا أختك ولا حتى تلوميها لسراب، هي حرة باللي عملته، فكرت وأخذت قرارها ونحن علينا نحترمه وبس، مفهوم؟ وأنا؟ ما بدك تقلي شي شغلة؟ بدي قلك ما عاد تفتح البراد وتاكل شغلات ممنوعة على كيفك، اتفقنا يا بطلي الحلو؟ حاضر. بما أنه خلصت الحصة عن النوم لكان، يلا بس بدنا ننام نحن الأربعة. نحن الأربعة؟ ماشي يلا مننام. يلا يا عمري دخيله. أنا حبيبي أنت. صباح الخير. صباح النور. ميرفت مو هون؟ نامت عند سراب. بارح قلتي لي اجي، جيت لقيتك نايمة. كنت تعبانة، أنا آسفة. عم بمزح، نوم العوافي. ناطرتك لنفتح الهدية سوا. يلا افتحيها. يا الله شو حلوين. الله يخلي لي اياكي. كتير حلوين، يخلي لي اياك حبيبي. اجي بدي اقلك شغلة، لا تعصب. ابوك ما راح، انا كنت بدي اقله يروح بس حسيته مو ظابطة. حاول تفهمني. امي ما بدي تعملي شي كرمالي. لما بدك تاخدي أي قرار ما تفكري فيني، اعملي المناسب برأيك، حتى لو قررتي إنك تسامحيه، لأنه هاد قرارك وحياتك، وبالمقابل أنا حر بقراري. تمام؟ أنا فايت أتحمى. أنا بين نارين. شو هالعيشة هاي؟ أنا مكتوب علي الشغل، وين ما رحت أنا لازم أشتغل. حرام شي مرة بهالعمر حدا يحضر لي فطور ويجيب لي إياه، بس أنا هيك مالي حظ. خير، على شو عم تنقي من عند الصبح؟ على شو عم تبربري من أول النهار؟ بس يا بني ما فتحتي عيوني. كنت عم أقول شكله قدري أشتغل وين ما رحت، خليتيني أحلام عالفاضي. عكل حال شيلك مني هلأ، انت شو رح تعملي؟ في كذا شغلة لازم اعملها. لحظة، الو كيفك ناز؟ شو اخبارك؟ منيح انك اتصلتي هلا، في عندي لك اخبار حلوة. تصالحنا مع بابا مبارح، الامور تمام بالبيت. عن جد كتير فرحتيني، هلا اطمنت. بما انه الامور هون انحلت، بركي انت بترجعي. انا بتمنى، بس يعني ما رح يمشي الحال. ما رح كذب عليكي، انا تعلقت فيكن كتير. لحالي بالبيت حاسه بالوحده ومستفقده، بس انت بتعرفي الوضع. يعني عمر كيف صار؟ تمام؟ عم يسال عنك على طول، والصبح كان عم يطلب الكريب يلي انت بتعمليه. يا حبيبي عمر، يا الله لو تعرفي شو اشتقت له. واكيد كمان اشتقت لكم كلياتكم، مستفقدت لكم كتير. بس يلا هلا بعد ما سمعت صوتك روقت وانبسطت، دائما احكي معي. ايه طبعا انا ما الي غيرك. انتبهي على حالك.
تمام، سلمي على الكل. باي باي. أمي شو صار لك؟ ليش هيك لزقتي فيني؟ لو حكيتي يا سبيكر ما لزقت فيكي. يعني ليش ضروري تسمعي؟ أي ضروري. يا عيني، هاي البنت شكلها فعلا بتعتبرك مثل أمها. لازم اتحرك قبل ما تنساني. ما رح تنساكي لأنه متعلقة فيكي. بتعرفي شو يعني متعلقة فيكي؟ برافو. ما اختلفنا، بس لازم حاول ضل مسيطرة على الأمور. في عندي لإلك خبر بيجنن. قدمنا طلبية من شان نلحق مشروع إفسون مع الشركة الجديدة. إيه، واللي صار مو معقول. قال رح يسلمونا بعد 3 أيام. عن جد عم تحكي؟ إيه طبعاً عن جد. وبالمناسبة هديك الشركة اللي تأخرت علينا كذا مرة رح ننهي عقدنا معهم. القرار عندك. يعني هلأ صار فيك تتطمن، المشروع رح يلحق على الوقت يلي بدك ياه. وبلشنا نحضر لحفلته. عم حضر لك أفكار لفرجيك ياها. طلع بهالدنيا في شيء إيجابي والله. ما تقول هيك بزعل. ليش، مو هي الحقيقة؟ خاصة بعد يلي مرقنا فيه. الحق معك. بالمناسبة بدي منك شغلة، تلاقي شيء مربية منشان تهتم بالأولاد، وأهم شيء تكون ثقة. خلص أنا بحلها وبدبر لك وحدة، ترك القصة علي. يسلموا، لولاكي بضيع. وين بدها تروح الكنزة؟ يا الله، يسعد صباحك. هلأ عملت القهوة تشرب معي؟ صباح الخير. كأنك عم تدور على شيء؟ عم دور على كنزتي. أنا آسف، أنا لما شفت نظيفة أخدتها ولبستها، بس لو بعرف بدك تلبسها أكيد ما كنت لبستها. بس بتعرف أنا ما إلي تياب هون. يمكن لأنه هذا مو بيتك. صح، ما له بيتي، بس شكرا لأنك قدرت حالتي وتقبلت فكرة إني أبقى رغم كل شيء صار. لا مو كرمالك، كرمال أمي، مشان ما زعلها، مشان ما يخطر لك شيء تاني. أهلا وسهلا. ما أكون إجيت بكير؟ لا أبدا، على وقتك. فينا ندرس بالمطبخ أو فينا بالصالون إذا بدك. لا خلص، منيح بالمطبخ. طيب بس البس كنستي وبجي فورا. تمام. أهلا وسهلا عائشة. أهلين فيك. خبرتي لجيم؟ إيه خبرته، هو جاي. عفواً، بس السيد مصطفى برا. السيد مصطفى؟ صاحب شركة التموين السابقة. أكيد هو إجا بهاي السرعة لأنه وصله خبر إنه رح نفسخ العقد معهم. خليه يفوت. تفضل سيد مصطفى. مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، الله يعافيك، تفضل. أهلا وسهلا. مرحبا، تفضل. لا تواخذوني، اجيت بلا موعد، بس أنا عرفت أنه حضرتك بدك تفسخ العقد معنا، ولأنه نحن ما بنعرف بعض من امبارح حبيت اجي وأسألك بشكل شخصي، صار أي غلط أو تقصير من طرفنا؟ رح كون صريح معك سيد مصطفى، عم نصمم مجموعة جديدة باسم المرحومة زوجتي، وما معنا وقت كتير، وبسبب التأخير الدائم بالتسليم من عندكم اضطرينا ناخذ هالخطوة هي. قررنا نفسخ العقد، ما كنت حابب أنه نوصل لهون، بس نحن فعلا ما معنا وقت. هلأ فهمت، أنا أمرضت وقعدت بالبيت هالفترة، وكنت مسلم الشركة لأولادي، هنن يلي كانوا عم يديروا شغل، بس أعطيني تفاصيل أكتر. يعني عم يصير تأخير دائما؟ سيد مصطفى، للأسف أولاد حضرتك مالهم مهنيين بالتعامل أبدا. نحن كنا نشتري كل موادنا الخام من شركتكم، يعني إنتاجنا كله معتمد عليكم وبس. هلأ لما كان عم يصير تأخير بسيط كنا عم نحل ونتدارك الأمور. يعني هنن ما عم يلتزموا بمواعيد التسليم؟ لا ما عم يلتزموا، عم يعطلونا من فترة منيحة، ونحن عم نعاني معهم، وكمان تأخير الطلبيات عم يخلي الإنتاج يتعطل بشكل كبير. ومثل ما قلت لك بالبداية كنا عم نمرق ونتحمل كل شيء،
بس وصلنا لمرحلة خلت الأمور تتفاقم، وشغلنا نحن بتعرف ما بيتحمل تأخير، فبتمنى تفهمني يا سيد مصطفى. هذا المشروع تحديداً ضروري كتير يكون جاهز بالوقت والتاريخ المتفق عليه. يمكن علاقتنا بالشغل انتهت، بس على الصعيد الشخصي أنت صديقي. هاد من ذوقك، بس يلي صار ما بيرضيني أبداً وما كان عندي خبر فيه. على ما يبدو أنهم هنن عم بيتعاملوا مع ورشات جديدة عطتن سعر أرخص، بس للأسف ما عندن خبرة، لهيك طلبياتنا دائماً عم تتأخر. هنن حرين طبعاً، بس للأسف عم بيعطلونا شغلنا. يعني طمعوا بالأكتر؟ إيه احتمال، أنا هيك بظن. على ما يبدو أني ما عرفت أعلم أولادي صح. هي أول مرة بحياتي بنحرج وبخجل قدام عميل، تعبت سنين على اسمي. ما تلوم حالك سيد مصطفى، هنن غلطوا، بعتقد الوقت هو اللي رح يعلمون. اسمحوا لي أنا بستأذن وبالنيابة عن أولادي. ما في داعي تقول شيء، وبتمنى تتفهمنا، وبابنا مفتوح لألك دائما. شرفتنا. شكرا. أحسن شي الواحد يشتغل. لما الواحد بيشغل حاله بشي قصة ما عاد يفكر، عن جد هذا أحسن حل، أحسن من القعدة، مو هيك؟ إيه طبعاً. لك في ناس بتشوف إنه الشغل عبء وهم كبير، بس أنا برأيي الهم الحقيقي هو الأفكار يلي عم تدور براسك. لهيك لما الواحد بيشتغل وبيلتهي ما بيضل عنده وقت لا يفكر. بالمناسبة فرحت كتير لأنك تصالحتي مع أبوكي. وأنا كتير ارتحت. ليك بصراحة كتير حليانة، لما الواحد يكون فرحان من جوا دغري بيبين عليه، ما؟ عن جد طالعة بتجنني ما شاء الله عليك، الله يحميكي من العين، شو هالحلاوة كلها؟ مرحبا. أهلين حبيبي. أمي أنا طالع. من هلأ؟ ليش مبكر؟ لأنه فاروق بيك طلبني روح لعنده عالشركة. آه طيب حبيبي، إذا هيك يلا روح بلا ما تتأخر. ماشي أمي، بشوفك، باي نيسان. مع السلامة. الله معك. جيم؟ أنا عرفت إنك حكيت مع بابا كرمالي سامحني، يمكن حكيك روقه. شكراً. عفكرة هداك اليوم كان حلو كتير، ما رح أنساه طول عمري. أنا رح أحميها منك وما رح أسمح لك تقرب منها، لأني أنا أكتر وحدة بتعرف حقيقتك. تعرفي حقيقتي؟ لعبتك أنت وأمك ما زبطت، طق مخك وجنيت لما أنا رفضتك، ومفكر أنك رح تخليني غارب هالأسلوب. مسكين. لا أنت المسكينة سراب، حالتك النفسية ما بتطمن وبتوقع بدك علاج. كاشفتك جيم، عم تستغل نيسان لأنك ما قدرت توصل لي. ما رح أسمح لك، ما رح خليك تزعلها وتجرحها للبنت. ما بدها هو يوم عادي. ليش حكيت بابا ودافعت عني؟ لأنه ما بيهون علي تزعلي. يلا بشوفك. نيسان؟ شو صار معك؟ انتي منيحة؟
منيحة ما فيني شي. لا في شي، شو صار؟ ليكون جيم هو يلي زعلك. جيم بشو ممكن يزعلني؟ نيسان حبيبتي، روقي نيسان، شو صار لها؟ فيزياء بالبداية بتبين معقدة، بس بعدين رح تلاقيها سهلة، طبعا إذا درستيها صح. أنا رح بسط لك إياها وفهمك إياها بشكل واضح. بتمنى يجي يوم ولاقي الفيزياء سهلة. مرحبا، كيف الدراسة؟ جبت لكم شي لتاكلوا، قلت بركي جاتوا انتوا عم تدرسوا. ليش عذبت حالك؟ شكرا كتير. لا ما في عذاب ابدا، بالعكس رح اتغير الجو. انا ما بدي اعطلكم اكتر، موفقين، كملوا لا تتعطلوا. ابوك عم يحاول وهاد شي منيح. ما بيعني لي الموضوع، خلينا بالدراسة هلأ. طيب إنجي بس عفوا فيك تجي شوي؟ ثواني، شو بدك؟ دقيقة شوفي، إذا بدكن تاخدوا راحتكن أنا فيني أطلع شوي. لا عادي فيك تبقى، يعني إذا كنتوا حابين تقعدوا شوي على انفراد بروح. مو فارق اعملي اللي بدك يا. انا اسف. ولا يهمك. ايه صحيح، قبل ما انسى، امي بعتت لك هدية. شو هي؟ افتحها. ليش الهدية؟ يعني مو عرفت انك عم تساعدني بالدراسة فحبيت تشكرك بهالطريقة. ما كان في داعي، ليش عذبت حالها؟ إذا ما عجبتك عادي قلي. لا عجبتني كتير، شكرية وسلميلي عليها. ايه بيوصل. بعتلن مشان فسخ العقد بأسرع وقت ممكن وتابع الموضوع شخصياً وخبرني بأي شي بيصير. تمام ما تقلق. مالي مطمن كتير لولاد السيد مصطفى، متوقع يوجعولنا راسنا، لهيك انتبه لننهي القصة بأقل الأضرار. ماشي؟ تمام لا تقلق أنا بحلها. بستأذن إذا ما بدك شي تاني. لا فيك تمشي، شكرا. رجعتي على الشغل؟ اجيت لودعهم. تودعيهم؟ كمان رح تتركي هون؟ انت شو عم تساوي؟ اجيت من شان فسخ عقد، وانتي ليش بدك تتركي؟ مو كأنك هيك عم تزوديها؟ شو قصتك؟ زعلان لأنه هيك احتمال ما عاد تشوفني أبدا؟ عم بحكي جد. وأنا تفضل. فاروق بيك؟ فاضي شوي؟ كتير منيح انك نزلتي على الشغل اليوم. انا اجيت اقدم استقالتي. استقالة؟ ايه تفضل، هاي الطلب. شايفك عم تتركي كل شي بيربطك فينا وهيك بهي البساطة؟ صدقني ما كان بدي يصير هيك. تفضلي عدي.
هي آخر وحدة، ما بقي غيرها. تمام. صحيح، في غراض تركتن فوق هنن لسراب. قلي لي بدك مني شي تاني؟ لا خلص هذا كل شي. يسلم وسردار، عزبتك. تكرمي. شو عم يصير هون؟ أنا انتقلت، بس هي الغرفة كانت غرفة سراب. بعرف وين المشكلة، قلت بغير ومنه بقرب منك. ما بعرف انتي شو عم تساوي. أنا عم فكر إنه بركي بابا بيلينو بيسامحها ومنقنعها ترجع عالبيت، بقوم بجي وبلاقيكي أخذ غرفتها. معقول هالشي؟ ناز، نحن حكينا بالقصة ما؟ ليش كل شي بيجي فوق بعضه؟ ليش؟ شكراً كتير. صحة وهنا. تفضل فاروق بيك. شكراً. شكلك عم تبدي ببداية جديدة بحياتك سراب، ممكن أعرف إذا في أي سبب تاني؟ لا ما في شي، بس يعني مثل ما قلت لك. بتفهم تركك للبيت، بس الشغل ما دخله بهي الظروف. ما كتير فارقة فاروق بيك، أنا خجلانة منك وما إلي عين اطلع فيك حتى بالشغل. أنا شايف إنك عم تزوديها، وخاصة تركك للشغل. لهيك رح عيد سؤالي، في سبب تاني عم يخليك تاخدي هيك قرار؟ أنا فرحت لك إنك بتحبي حدا وبتمنى تعرفيني عليه. ما فيني أعرفك، قصدي إنه ما بقدر. بحبه من طرف واحد، أنا عايشة على أمل واحد، إنه يجي يوم وينتبه. ما بدي غير إنه يحبني مثل ما بحبه، بس هيك. لا ما في شي، يعني شو بده يكون فيه أصلاً؟ ماشي لكان، ما بيطلع بإيدي شي غير إني احترم قرارك. فيني ساعدك بأي شي؟ لا شكراً إلك. فيني اطلب طلب صغير؟ إذا بقدر اجي شوف الأولاد كل فترة. أنت ما بدك؟ ممتاز. تسمح لي أخذ نازل يوم ونطلع على شي مكان؟ أي طبعاً، هي متضايقة كتير، هالمشوار اجا بوقته. سارة؟ عم تحكي بشي خاص؟ لا فوتي عادي. الحقيقة سراب جاي اليوم تودعنا بشكل نهائي وعم تقدم لي طلب استقالتها. ليش؟ أنا شايفة إنه هيك أفضل. فهمت. الله يختار لك الخير. بدي إلك من شان المربية، شركة بعتت لي خيار بيناسبك، فيك تقابلها إمتى ما بدك. تمام، وعديها بكرة. ماشي. مشان الأولاد؟ وأنا كمان كنت عم دور لهم على مربية، لأنه أكيد هلأ هنن بحاجة وحدة تدير بالة عليهم بعد يلي مرقوا فيه. بس شكلك أنتي سبقتيني. على كل حال أنا عندي خيارات، إذا هي ما زبطت ببعت لكم ياهم. لا ما في داعي، الموضوع محلول. شكرا. خلص أوعدها بكرة؟ إيه إيه تمام. يلا باي سراب. شوفك. قال رجع السيد ميتي على بيته. ميتي رجع؟ كتير انبسطت، فرحت لك. بتمنى هالمرة يكون كل شي مثل ما بدك، وخاصة مشان إيجي. لا هو ما رجع، صار معه حادثة صغيرة وبقيان عنا كم يوم ليتعافى. ميتي عندك؟ ايه ما قدرت خليه لحاله، قلت بيقعد معنا ليتحسن أفضل. بعتذر، يمكن أنا كنت فهماني غلط، لا تواخذيني. ولا يهمك، بالإذن.